ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. توصلت قناة ماروك أخبار يومية بفيديوهات لممرضتين مغربيتين تشتغلان داخل إحدى المستشفيات المغربية وتظهران في بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتتحدثان مع عدد من الأشخاص بطريقة مثيرة لا تخلو من عبارات خادشة للحياء. ورجحت بعض المصادر أن تكون الممرضتان داخل وقت العمل وتركتا عملهما لكي تتواصلا مع متابعيهما عبر البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام ويستدعي فتح تحقيق حول هذا الشريط المسجل للممرضتين اللتين كان يفترض فيهما الوقوف على خدمة المرضى داخل المستشفى الذي تشتغلان به عوض التسلية وتمضية الوقت بخوض دردشة مع غرباء بالفيسبوك وتبادل السب والشتم معهم باستعمال ألفاظ نابية لا تمت بصلة للرسالة التي ينبغي عليهما تقديمها كممرضات وكأطر من الواجب عليهن السهر على صحة المواطنين وتقديم المساعدات والعلاج لهم وفق تعبير عدد من الفيسبوكيين الذين تداولوا هذه الأشرطة المنسوبة للممرضتين المغربيتين في انتظار فتح تحقيق بشأنها من طرف الوزارة المعنية والمصالح المختصة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.